منقذ لرسول الله مع هذا العدد القليل جدا إلا بنزول السكينة. ولذا الآية الشريفة نزلت لبيان هذا المورد: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الذين كانوا معه. الموارد الثلاثة الأخرى كلها في سورة فاتحة، طبعا كلها في موارد الجهاد وموارد الضعف، فما نذكرها لأن الوقت ضيق حتى نصل إلى باقي المطالب. نعم، فنجد أنه السكينة نزلت على الأمم السابقة وعلى رسول الله وعلى المؤمنين في هكذا موارد. نأتي للحسين صلوات الله عليه، أراد والله قدرنا وكلف بأن يقوم بثورة عالمية بسعة العوالم كلها لا نظير لها في تاريخ الأنبياء والعظماء. طيب، فهذا الإنسان ما يكون أعظم من جد رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث احتاج إلى نزول السكينة. فالحسين أيضا يحتاج إلى نزول السكينة، لأن لا يوم كيوم الحسين، ولكن نزول السكينة على الحسين يختلف على ما نزلت سابقا، لأنه لا قياس بين يوم الحسين ويوم بني إسرائيل أو الأيام اللي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله. فهنا يحتاج سكينة متجسدة أمامه كل لحظة يشاهدها، حتى هنا تسبب له نوع من السكون. فماذا الله أعطى؟ أعطى سكينة بنت تجلت فيها السكينة الإلهية، ولذا تعلق بها الحسين وسميت بحبيبة الحسين، لأنها سكينة الحسين. وحتى اسمها أيضا يسميها بسكينة، وتعرف التصغير هنا للتحبيب، من كثر ما كان يحبها هي السكينة سماها به أو كان يناديها به سكينة. قلت كيف هذه سكينة هي سكينة الحسين؟ لأن الحسين كشف لنا عن حقيقة هذه السكينة. لاحظت الرواية يرويها صاحب إسعاف الراغبين للصبان، والكتاب مطبوع بهامش نور الأبصار صفحة 202. جاء الحسن المثنى ابن الحسن الزكي صلوات الله عليه خاطبا من عمه الحسين إحدى ابنتيه فاطمة أو سكينة، فقال: من تريد يا ابن أخي؟ قال: أنت اختار لي. فالإمام الحسين هكذا أجاب ابن أخي: أنا أختار لك فاطمة، لأنها فهي أكثرها شبها بأمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. أما في الدين فتقوم الليل كله وتصوم النهار، وفي الجمال تشبه حور العين، وأما سكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله فلا تصلح لرجل. هذا تعريف الحسين لسكينة. طيب، هذا الاستغراق مع الله ما معناه؟ بحيث أنه فاني عن الدنيا وما فيها، أنها غارقة في أسماء الله الحسنى، ما تشاهد شيء غير أسماء الله في عالم الوجود، حتى ما تصلح لرجل، لأن المرأة العظيمة مثل مريم وغيرها لا تصلح لرجل أحيانا. نعم، فهذه السكينة المستغرقة في ذات الله وحب الله ومع الله هي مرآة صافية لأسماء الله الحسنى كلها. فالحسين الذي هو مظهر
الجمال الإلهي والكمال الإلهي أحيانا يحتاج أن ينظر لأسماء الله الحسنى في غير مرآته، فينظر في أي مرآة؟ مرآة سكينة. إذا شاهد كيف أسماء الله تجلت فيها بعدين يطمئن، لأنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عرفنا السكينة من هي؟ نريد أن ننطلق إلى الدروس اللي نأخذها من سكينة لفتياتنا في هذه الليلة. الدروس كامنة في نفس الحديث الذي رويناه، عندما يقول لابن أخيه فاطمة كذا وكذا، سكينة كذا وكذا، يعني ابن أخيها ابن عمها الحسن المثنى، مع أنه تعرف